اصابات بحمدرات بقصف الطيران الروسي، وادى لبتر اجرى اليمين وكسرت اجرى اليسار، ركبنا لها سياخ وصفائح. والحمد لله بعد انضمينا لفريق الامل وصرنا نتدرب على كره القدم، وصرنا الحمد لله يعني امورنا تمام كره القدم، واولادي شافوني وانا عم بلعب طابي فحبوا كمان يقلدوني باللعب. وانا لما شفت اولادي عم يقلدوني بالمشي على العكاكيز وباللعب بكره القدم، فحبيت اعمل قناه على اليوتيوب لتحفيز وتشجيع الاشخاص ذوي الاعاقه بانه يرجعوا للحياه ويرجعوا يلعبوا مهاراتهم وشو عندهم هوايات. والحمد لله اولادي يعني هلا بيقلدوني بكل شيء، ولهم الفخر انه يمشوا على العكاكيز مثلي بيقلدوني، بس الحمد لله الله هيك معافيهم والحمد لله رب العالمين. أنا اسمي عامر، وكمان لحنا بنحب بابا، لحنا بنقلد بابا بالعكاكيز، كمان هو بيجيبنا على الملعب، ولحنا بنحبه كتير كتير.